بطولي ما قام به، أنقذ 4 أشخاص من الغرق، فماذا في التفاصيل؟ في موقف لا يقل شأناً عن العمل البطولي، تمكن الشاب فهد الحربي من إنقاذ 4 أشخاص من سيل غميس الحمام جنوب غرب المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لصاحب الشيول وهو يدخل إلى منطقة السيل التي أغرقتها المياه ويساعد 4 أشخاص عالقين في السيول. وفي تفاصيل الحادثة يقول فهد إنه كان بجوار بيته ووصله اتصال من شقيقه لضرورة التدخل لإنقاذ أسرة غرقت في السيل، وبدون تردد قام بتشغيل الشيول الذي يمتلكه واتجه للموقع، وكان معه العديد من الأشخاص الذين رغبوا في المساعدة. لم يفكر وقتها سوى في إنقاذ الأطفال الموجودين في السيارة مع والدهم. دخل فهد بالشيول إلى موقع السيارة على عمق يزيد عن 3 أمتار، ووجد السيارة من نوع هايلكس في اللحظات الأخيرة، وكان بداخلها أب وثلاثة من أبنائه الصغار، ولم تكن هناك استغاثة بسبب إقفال للنوافذ، وبقدرة قادر كانت كهرباء السيارة ما زالت تعمل، فطلب منهم فتح النوافذ والخروج فورا من السيارة، وهكذا تمكن فهد من إخراجهم بسلام وأمان. الأطفال شعروا بسعادة غامرة بنجاتهم من الموت بأعجوبة، وخرج الجميع بسلام. رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا ببطولة الشاب مطالبين بتكريمه على شجاعته، فيما أهدى المواطن مرزوق الجهني الشاب فهد الحربي سيارة هايلكس جديدة بعد أن أنقذ 4 من أبنائه عندما جرفتهم السيول في المدينة المنورة. وظهر الجهني يتبادل الحديث مع الشاب أمام جمع من المواطنين ويشكره لإنقاذ حياة أبنائه من الغرق خلال احتفال أعده له، ثم فاجأه بالهدية وقام الحضور بالتصفيق وسط فرحة سيطرت عليهم، فيما حظي المقطع بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. هذا وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية قد حذرت من المجازفة بعبور الأودية عند جريانها والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه بعد هطول الأمطار، ودعت إلى توخي الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة ومناسبة بعيداً عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، وإبعاد الأطفال عن مواقع تجمع المياه. المديرية العامة للدفاع المدني أهابت بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من مجاري السيول والاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و998 في بقية مناطق المملكة العربية السعودية لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.